بشار أقول الأسد. للرئيس السوري بشار الأسد أن قانون قيصر سيقلب كل الحسابات والموازين أمام بعض أعداء سوريا خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب خطة مفاجئة أراك سوف تقوم بتنفيذها قريبا يا سيادة الرئيس، وستهز بها كل عقوبات قيصر وأعداء سوريا، وبترفع دورة الاقتصاد السوري من جديد، وبتلغي مفاعيل قانون قيصر من حسابات أكثر من جهة دولية. كما أقول للرئيس بشار الأسد أنني أتمنى عليك يا سيادة الرئيس أن تبتعد قدر الإمكان عن الإرهاق والجهد، وخاصة على صعيد ارتفاع الضغط أو هبوط الضغط، بسبب كل المسؤوليات والضغوطات التي تتحملها اليوم لكي تبقى سوريا بأمان، لأن سوريا اليوم هي أمانة كبيرة بين يديك، وسوريا اليوم بأمس الحاجة إلى رئيس وقائد حكيم اسمه الرئيس الأسد. كما أقول النازحون السوريون في لبنان نعم. يضلون قاعدين هون ولا بفلوا على بلدهم؟ لا، عندهم يعني منشوف نشان أفواج نعم، وحتى إذا بدك منشوف الرئيس الأسد بيكون مع عدد من ضباط على عدد من الجنود بإخواننا السوري عم يستقبلون نعم للنازحين طبعا، حتى اللي قاعدين برا اللي بده يرجع على سوريا نفس الشيء، نفس الاستقبال الحقيقي. عم بتقولي عن صحته لبشار بالزهور؟ عم تحكي عن صحته لبشار الاسد؟ عم لا، عم بقول له انتبه إيه؟ يعني ممكن انه ما يبقى بالصوره؟ لا لا لا, لا 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 انا ما قلت هيك، انا عم بقول لك بس لا لا نعم باقي. كما أقول لسيادة الرئيس الأسد إن فك العقوبات والإفراج عن الأموال السورية باتت قريبة ومسألة وقت، والاقتصاد والليرة السورية ستنتعش بسبب هذا الانفراج، مما يجعلني أرى زيادة في الرواتب للقطاع الحكومي والقطاع العسكري خاصة. أنا عم بقول يعني انتبه لصحته، إنه ما يشغل باله إذا مرق بشيء، لأنه أموال المودعين بلبنان يا ليلى، مصرياتنا وين صاروا؟ لأنها بتمرق على خير. ومصرياتنا نحن؟ هلأ لنجي على لبنان. جاريت حطتها بالتوقعات. حلفة طبعا حطتها حبيبي. المملكة العربية السعودية؟ نعم، أرى أن كل الجهود والمساعي واللقاءات التي قامت بها المملكة العربية السعودية تحت قيادة ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ما هي إلا تمهيدا للطريق أمام مرحلة المساعي الفاعلة والمقبلة للوصول إلى تسوية شاملة لحل القضية الفلسطينية. وكما أرى سترون أن ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان سيستعمل كل النفوذ والقوة السياسية التي تتمتع بها السعودية اليوم في العالم من أجل إجبار العدو الإسرائيلي على وقف القتل والدمار واستهداف الأبرياء في مدينة غزة وخاصة المستشفيات. والمفاجأة ستكون في وقوف إيران إلى جانب السعودية وولي العهد بالذات حتى إتمام هذا الإنجاز وتحويله إلى واقع يخدم القضية الفلسطينية ويؤدي إلى تخفيف المعاناة عن كل أبناء وشعب فلسطين. هل وأرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لن يهدأ ولن يرتاح حتى تصمت أصوات المدافع والطائرات في غزة وتبدأ لغة الحوار والكلام على مرحلة السلام من رجل السلام. بتشوفي في سلام يعني بيمضي السلام أكيد. مع إسرائيل مين؟ يمضي السلام؟ لا ما قلت، أنا عم أقول السلام بفلسطين. ايه؟ هيدا ما محضرته، ما بجيبك محضرة؟ لا ما بتعرفي يعني ما لا في ماني محضرته ماني محضرته. على رأس السنة بتقولي لي إن شاء الله. شخصية سعودية اقتصادية وبارزة جدا بين رجال الأعمال السعوديين، هذه الشخصية ستلمع بشكل لافت في مجال جلب المشاريع الاستثمارية الكبيرة إلى أرض المملكة وبشكل ملحوظ وكبير، مما سيؤدي إلى تدفق الأموال والمشاريع الضخمة في وعلى كافة أنحاء المملكة السعودية، وبتصبح هذه الشخصية محط الأنظار في الداخل والخارج السعودي، وتتصدر مجال المال والأعمال من خلال ضجة اقتصادية وأعمارية نشان ناجحة وبارزة في الوسط المالي والاقتصادي بالسعودية، مما سيجعل المملكة العربية السعودية محط أنظار العالم في مجال الاستثمارات المالية بسبب هذه الشخصية ونجاحها الباهر في مجال الأعمال. وكل هذا سيتحقق من خلال رعاية وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، وبفضل تشجيعه لكل الإنجازات على أرض المملكة السعودية والاستثمارات. ليلى، السؤال اللي بيطرح بلبنان أنه هل ستعود السعودية إلى لبنان؟ يعني بأي شكل رح تعود؟ نحن نعرف أنه السعودية دعم أساس نعم. للبنان وخاصة لاقتصاد لبنان نعم.
كيف رح نشوف هيدا الشيء بلبنان؟ شايفة السعوديين بيرجعوا؟ بيرجعوا نعم، شايفة بترجع السعودية على لبنان، والسعوديين كسواح بيرجعوا على لبنان. وأنا بعرف أنه سعادة السفير وليد البخاري عم يشتغل على الموضوع وعلى الملف هيدا. نعم. ايه بس صاحب سموه هو محمد بن سلمان، الأمير. نعم محمد بن أكيد. سلمان نعم. بيرجع لبنان على حساباتهم؟ طبعا بإذن الله أكيد، ما في شيء رح يضل على حاله. قطر والأمير تميم بن حمد بن خليفة الثاني. سنرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في زيارة مفاجئة إلى لبنان، وذلك بعد أن يشهد لبنان بوادر أحداث شوي مؤسفة. نشان شو؟ لا مش سمح الله حرب. وستكون قطر حاضرة، وسوف تجمع كل القيادات اللبنانية حول ملف انتخاب الرئيس، كما ستقوم قطر بتقديم مساعدات لافتة إلى الشعب اللبناني، وسنرى ورشة إعادة إعمار مرفأ بيروت تبدأ بأيادي قطرية ومساهمة سعودية خلال الفترة القادمة بإذن الله، ولا استبعد كمان بمساعدة الإمارات. ليلى وأرى ليلى قطر. لحظة خليني بس خلص قطر. بتخلصي وأرى. خليني أسألك، أنت شايفة دوحة اثنين؟ لأنه دوحة واحد صارت من بعد 7 أيار، صار في مشكل ومشاكل دوحة من بعد ثلاثة صارت. دوحة اثنين دوحة ثلاثة رح يصير في 2008 انتخاب ميشيل سليمان. ما بعرف بس بعرف انه دوحه. هل برايك انه السياسيين رح يجتمعوا من بعد مشكل بلبنان؟ دائما الدوحه هي الحل. هي الحل عم بتكون. وارى بس قطر في مشكل ولا لا؟ في مشكل ايه، من ورا اشكال يمكن. من برا اشكال. قلتي من برا شيء مؤسف، يعني داخليه مش خارجيه لا سمح الله. وارى قطر اليوم سوف تتحمل اعباء اغلب الملفات الفلسطينيه، سواء على صعيد ووقف اطلاق النار مع المملكة مثل ما حكينا، وملف إطلاق الرهائن والأسرى من داخل غزة أو الأسرى في السجون الإسرائيلية. وسنرى قطر تنجح وتتقدم بشكل لافت وقوي في كل هذه الملفات الدقيقة والحساسة، ودولة قطر لن تكون بعيدة عن إعادة بناء أعمار غزة ولا عن الحلول السياسية القادمة في فلسطين.